جماعة لو كنت مكان لاعبين راح اسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل اجواء جميلة، منتظر كرة قدم ممتعة اليوم، ننتظر ان نشاهد عمل رائع من اللاعبين، يكون فيها اهداف، فيها متعة، فيها اثارة، فيها مستوى عالي، فيها كورة. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الاجواء جيدا. وامبابي كرة طولية الى الامام يلعبها في المساحة. إنييستا، لعبة أي كلام، لم ينجح حتى في تجاوز منتصف الملعب. كيميتش، محمد صلاح، حكيمي، بينية جميلة، دي بروين، كرة من جهة اليمين، تريبيير، فالفيردي، تغيير لاعب على الجناب، كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل، وصلت إليه، يلعب الكرة إلى وراء، التسديد الآن، يخطف الأنظار هنا في هذه الكرة، كان يقوم بواجبه هنا على أكمل وجه. مانشستر يونايتد يحصل على الركنية الأولى في المباراة. ضربة رأسية، يا إلهي، هدف لمانشستر يونايتد. رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء، لا يمكن إيقافه بسهولة. لعبة رائعة منه، يعرف كيف يتخلص من الرقابة، يعرف كيف يتعامل مع الضغط. هذه سمات اللاعبين الكبار. لم ننتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول. سرعة غير عادية ودقة في التمرير، فرصة سانحة للتسديد. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف وضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. يلعب كرة بينية، كيميتش، الآن إمكانية المرتدة، العرضية كرة رأسية. فعلها وسجل الكرة في الشباك. يوم كبير جدا، عادوا ليسجلون مرة أخرى. أي تألق في مباراة اليوم، أي روح عالية، أي قتالية، هدفين مرة أخرى في غضون دقائق. بالتخصص هذه طريقة الفريق، أسلوب يعتمد على المرتدات، وليست هذه المرة الأولى التي ينجحون فيها في أن يسجلوا، وتنظيم مرتدة رائعة. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. يا عروس الآن من عدت الكرة، محمد صلاح، يلعب كرة للجانب الأيمن، كيميتش، كرة إلى الأمام، برونو فرنانديز. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. مانشستر يونايتد لديه جودة كبيرة في التمرير. دي بروين، لمسة بينية، يقطعها في الوقت المناسب. ما الذي حدث هنا؟ مساح ديمبلي، الكرة في المرمى. بكل هدوء وضعها في الشباك بدون تردد. لا يمكن أن تترك الخصم يلعب بحرية في هذا المكان الخطير ثم تتوقع أن تخرج الكرة بأمان. لا يمكن، بالتأكيد ستكون عقوبة صعبة جدا. يواصلون اللعب والمحاولات، أصبح الفارق هدف وحيد الآن.
إنييستا، هل ينجحون في قلب الأوضاع قبل نهاية الشوط؟ إبراهيموفيتش الآن فرصتهم للمرتدة. بداية هجمة كانت مبشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة عند المهاجمين. جارث بيل، راشفورد، استعادة سريعة للكرة. من الواضح جدا جودة الفريق في التمرير. إمكانية تسديد الآن، محمد صلاح يسدد مرة أخرى. وفي هذه اللحظة صافرة حكم مباراة لإعلان نهاية الشوط الأول. Substitution. سنتابع معا أحداث الشوط الثاني أمام الفريق المنهزم. 45 دقيقة، إما العودة أو الخروج من هذه المباراة بهزيمة. توني كروس، توني كروس، الله التسديدة الجميلة. إنها لحظة من لحظات الإبداع والإمتاع في عالم المستديرة. كانت هذه التسديدة بمثابة اختبار حقيقي لقوة الشباك. شوف سرعة التأثير على نتيجة المباراة بعد أن دخل كبديل، تعطيهم ثقة أكبر في الدقائق القادمة. يتواصل اللقاء وأصبح الفارق هدفين. بالتأكيد ألاحظ بحضراتكم التغيير في الأجواء مع هذا الهدف الذي أراح البعض وأصاب البعض بالكثير من الجنون. تمريرة جميلة، والآن فرصة للتحول الهجوم. فاتت ومرت وصلت إليه راشفورد. عنده حلول كثيرة لهذه الركنية بسبب أفضلية الطول. برونو فرنانديز. يبحث عن المهاجم. ديمبلي. كروس. إمكانية مرتدة الآن. تمكنوا من إيقاف الهجمة المرتدة والآن بإمكانهم تنفس السعداء. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. استعادة الكرة سريعا. توني كروس. هالاند، هدف آخر. مباراة في جانب واحد هذا اليوم، من اتجاه واحد في هذا اللقاء كما نشاهد. شوف سهولة نقل الكرة، شوف روعة التمريرات، شوف دقة التمريرات. هدف غير عادي بعد مجهود مميز من الفريق. الفارق أصبح 3 أهداف. يا إلهي على هذا الأداء، على هذه الكرة، على المستوى اللي يقدموه في مباراة اليوم. الخصم تقريبا برا اللعبة اليوم. هجمة مرتدة الآن في المكان الصحيح، عند خاصية قراءة اللاعب والتحرك لقطع الكرات. حكيمي، أعتقد حان الوقت لكي يفكر المدرب في الدكة في استخدام التغييرات المتاحة. جودة كبيرة في تمرير الكرة بين اللاعبين. زلاتان إبراهيموفيتش يستعيدها. فان دايك. هالاند يحاول تمرير. راشفورد. متابعة موجودة. دي بروين ممتاز في التمرير. كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. وصلت إليه، يلعبها على اليمين.
سيئة لا تصل إلى اللاعب. بوسكيتس مغامرة خطيرة في هذه التمريرة. هالاند يحصل عليها دانيلو. بينية رائعة. دي بروين تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا. ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. فرصة هجوم معاكس. مانشستر يونايتد ينقل الكرة بشكل سريع ورائع. زلاتان إبراهيموفيتش. هالاند يحاول أن يلعب كرة بينية. بوسكيتس كرة طويلة للأمام. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. دي بروين. جاريث بيل. الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم في هذا الوقت المثالي. يمكنهم الانطلاقة في هجمة مرتدة. وانتهى انتهى انتهى المشوار. واجهوا فريقا أقوى منهم هذا اليوم. كانوا